الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر، في هذه الجلسة الطيبة المباركة بإذن الله في مفاتيح برنامجكم الأسبوعي اليومي خلال أيام الأسبوع من قناتكم قناة القرآن الكريم. إذا مشاهدينا، موضوع اليوم موضوع مهم جدا، له علاقة كبيرة بالأسرة، بالأطفال خاصة. التربية من أصعب وأمتع المهام الإنسانية على الإطلاق، كلنا نجتهد في ذلك دون شك مشاهدينا، كل وطريقته وأسلوبه. التربية بالحب موضوعنا لبلاطو اليوم، بلاطو مفاتيح. كيف نتعلم هذه المهارة كأولياء، وما مدى نجاعتها مع أبناء زمن العولمة؟ وهل يمكن إيجاد معادلة صحية بين التربية والحب وبين الشد والحزم؟ إذا مشاهدي، يحضروا معي في البلاطو اليوم ضيفي الكريمين. على يميني الأستاذ الإمام عمار رقب الشرفي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتشرف أن أكون في هذا اللقاء مع إخواني أخواتي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نستفيد ونفيد إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. وعلى يساري الأستاذ علي سلطنية، مفتش العلوم الشرعية وإمام وخطيب، السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام، الشكر موصول لك ولكل القائمين على هذا البرنامج، وشرف كبير أن أكون في هذا البلاطو لأول مرة. بارك الله فيك، شكرا على الحضور تلبية الدعوة. إذن مشاهدينا، أرقامنا الهاتفية تظهر أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى لتلقي اتصالاتكم وتجاربكم، أيضا يهمنا أن نسمعها خاصة في تربيتكم لأبنائكم، كيف تتعاملون معهم في هذا الزمن، زمن صعب يعني، بين العولمة، بين التكنولوجيات، بين تربية الأصالة، التربية القديمة والتربية الجديدة الحديثة، ما يسمى بذلك أيضا، عدة إشكاليات سنتطرق إليها في هذا البلاطو، فتابعونا مشاهدينا واتصلوا عبر أرقامنا الهاتفية. إذا أستاذ عمار رقب الشرفي، نبدأ بالقرآن دائما. الكلمة في القرآن تعشق موقعها. الرحمن علم القرآن ثلاث كلمات ذات دلالات عميقة جدا. لماذا بدأت هذه الآية الكريمة باسم الله الرحمن، وما مدى ارتباط صفة الرحمة وضرورتها في التعليم، مع العلم أن التربية هي تعليم؟ بارك الله فيك، بارك الله في إخواننا على اختيار هذا الموضوع العظيم. عظمة تكمن في عظمة مصدره، أنه من الرحمن الرحيم جل جلاله، ومن الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، ومن صفات المؤمنين الذين يرحمهم الرحمن في الدنيا لرحمتهم لخلقه فيها. فاسمه الرحمن والرحيم اسمان شاملان للعطف بخلق الله تبارك وتعالى. نجد هذا تكرر في بداية كل سورة، نبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، ويتكرر ذلك في قراءتنا وصلاتنا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالرحمن علم القرآن، سبقت رحمته غضبه جل جلاله، ويتقبل الصلاة التي هي أعظم الأعمال ممن تواضع بها لعظمته ورحم خلقه. ويخبرنا صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بل محمد صلى الله عليه وسلم يخاطبه الرحمن الرحيم حين يقول له في التربية والتعليم، وهو أمر شامل للأولاد وللتلاميذ وللعمال ولسائر ما في هذه الحياة، حين يقول له الله تبارك وتعالى في قرآن مخلد إلى يوم الدين: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنتهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ثم يطبق صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة في تربيته وتعليمه، يطبقها في تعليمه مع الكبار، وهو في المسجد حين يأتي الأعرابي فيبول أكرمكم الله في المسجد، ويقوم إليه الصحابة رضي الله عنهم كيف تعامل معه صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، حتى أن الأعرابي
حين رأى لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته به، اللهم ارحمني وارحم محمدا، فذكر لفظ الرحمة، اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. حين أتى بهذا المعنى الذي يخالف معنى الرحمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا يا أعرابي، لأن الرحمة تشمل الجميع، ورحمتي كما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون، إلى آخر الآيات. ثم يطبق ذلك وتلك الرحمة عمليا صلى الله عليه وسلم في تربية الأبناء، فيأتي إليه أعرابي وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل أحد ولده، يعني أولاد بناته أو أحد أقاربه، فقال له: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينها لفظ الرحمة أيضا، وهو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، قال له: وما أفعل لك إن نزع الله الرحمة من قلبك، إن نزع الله الرحمة من قلبك. فالرحمة المشتقة من اسم الرحمن الرحيم، والرحمن تشمل المؤمن والرحيم تشمل سائر الخلق، وهنا تأتي عظمة البيان الرباني، يعني الرحمن بالمؤمنين، الرحيم بغيرهم وبخلقه جل جلاله. فمبدأ الرحمة، ونحن نتحدث عن التربية، الأستاذ ربما يفصل في معانيها، نحن نتحدث على أمر مهم قبل أن نلجأ إلى مصدر التعليم، ذلك أن الإنسان في هذه الحياة كما خلقه الله تبارك وتعالى هو ثلاثة أمور: وعقل يدرك، وجسد يتحرك، وقلب يخفق. فغذاء العلم قد غذاء العقل بالعلم، وهذا العلم بحسب مصدره قد يكون نافعا وقد يكون ضارا، وقد يكون موصلا إلى الله وقد يكون مبعدا عليه، لكن في ديننا يرتبط بأن يوصلك إلى الله تبارك وتعالى. أما غذاء الجسد فيشترك فيه الإنسان كسائر المخلوقات حتى ولو كانت من الحيوان، لكن القلب هو القلب في كل زمان وحين، تحركه المشاعر، يخفق للحب. لذا سنتحدث إن شاء الله مدام تربية بالحب، نتحدث عن الحب كما صوره الإسلام وكما أراد أن نتصوره، لأن الحب الآن من المصطلحات التي سرقت منا وألبست لباسا غير شرعي، بل أفرغت من محتواها، وصار الإنسان ربما يستحي أن يذكر هذا في مجالس عامة أو أن يذكرها في مسجد. لكن الحب في ديننا من الإيمان، فمن فاتك في الحب فقد فاتك في الإيمان، بل إنه رزق من الرحمن، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والرحمة أشمل من الحب أستاذ، فهي مرتبطة ببعضها. حين يقول الله تبارك وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، فالمودة والرحمة كلتاهما تمشيان مع بعض، لكن مفهوم الإسلام أشمل، يعني لأنه الإنسان قد يحب وقد يرحم حين يزجر، قسالي يزدجر ومن يك راحما فليقص أحنان على من يرحمي، يعني مرات مفهوم الرحمة في الإسلام أشمل من المعنى الذي نتداوله اليوم. قد يرحم بك والدك حين يقيمك لصلاة الفجر، لكن ظاهر الرحمة أن يتركك تنام. ظاهر الرحمة في حياتنا أن الإنسان يعطيك لتأكل أو لتشرب، لكن قد يعطيك ما لا تستحق، وقد يظلم آخر. لهذا جعل الله هذين الأمرين مقترنين، وجعل بينكم في الحياة الزوجية مودة ورحمة. قد تكون المودة من المرأة والرحمة من الرجل لقوته وقوامته على هذا البيت، لكن الأساس أنها تشمل الجميع. ثم إن رحمة الخلق مرتبطة برحمة الخالق، فإذا كان الإنسان وهو يرحم كلبا، ومرأة ترحم كلبا يكرمها الله بالجنة،
وترحم هرة فيكرمها الله وتؤذي هرة فيعذبها الله في النار، فكيف بالرحمة العامة؟ إذن قبل أن نلج إلى التربية، يعني مفهوم الرحمة في ديننا من ديننا، بل هي أساس المنطلق، وأساس المنطلق لأن هذا القلب تحركه الرحمة والمودة. بارك الله فيك. حين نرحمه ونحركه، حينها سيتقبل المعلومات، وحينها نتحدث عن المناهج، وحينها نتحدث على أمور أخرى. بارك الله فيك، شكرا لك أستاذ على كل ما تفضلت. أستاذ علي سلاطنية، الإنجاب والزواج لا يعني أبدا التربية وإتقان هذا الفن، فن التربية هي مهارة تكتسب مع التجارب والمؤهلات الفردية، هل لاختيار الشريك دور في المساعدة على التربية الصالحة؟ وهل هناك مفاتيح أخرى يعني مساعدة للزوجين في بداية حياتهم الزوجية تهيئهم لاستقبال الأبناء، كالحوار يعني التحدث عن هذا النقطة، تربية الأبناء، تهيئة التربية، التشاور فيما بينهما، ليست فقط مرحلة أنه ننجب وفقط، ولكن كيف سننجب هؤلاء الأبناء؟ كيف سيعيشون معنا؟ في أي أجواء سيعيشون؟ هل هذه التساؤلات مهمة في المراحل الأولى من الزواج أستاذ؟ بارك الله فيك، أشكرك على هذا السؤال الوجيه، ودعيني بادئ هذه بدء أبين مسألة لها علاقة بما تفضلت به في بداية الحديث. قلت من أصعب الأمور اليوم، وأمتعها. نعم، وأمتعها وأمتعها، تربية الأبناء، نعم، خاصة في هذه المادية الصعبة وهذه الأزمات التي نعيشها، أزمات كبرى، العولمة، الانفتاح على الشبكة العنكبوتية، كل المشاكل التي نحياها اليوم تجعل من وظيفة التربية صعبة جدا. ولذلك لابد علينا أن نتأقلم وأن نسعى إلى إيجاد وسائل تتماشى وهذا الواقع الذي نحياه. للأسف نحن شاركنا في إيجاد أبنائنا بعد الله عز وجل، الآباء لهم سبب في إيجاد أبنائهم، وجدوا ككيانات متحركة في هذه الحياة، يأكلون، يشربون، يتحركون، ولكنهم لم يوجدوا ككيانات فاعلة في الحياة. لقد وجدوا أجسادا، أو يعني بفضل الله عز وجل الوالد هو السبب بعد الله عز وجل، ولكنهم لم يوجدوا عقولا ولم يوجدوا كيانات متحركة في هذه الحياة تعطي ديناميكية في هذه الحياة. ولذلك من أصعب الأمور يعني أن يقف المربي اليوم أبا كان أو إماما أو معلما في إنشاء جيل جديد، يقف أمام هذا التحدي ويستفتح المستقبل، من أصعب الأمور. ولذلك لو عدنا إلى كتاب الله عز وجل لوجدنا بأن القرآن وهو خير وهو كلام الله، والله هو المربي الأول، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولذلك لاحظي معي هذه الآية اللي ربما نتلوها ونقرأها ولا نقف عندها. المولى عز وجل عندما قال موسى عليه السلام ليس هناك أعلم مني على وجه الأرض، ماذا قال له الله؟ قال له هناك رجل عبد من عبادنا أعلم منك، آتيناه كما ذكر الشيخ الفاضل، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فاذهب لتتعلم منه. انظري كيف قارن الله عز وجل بين العلم وبين الرحمة. الرحمة، فعلم بلا رحمة هو حجر. بارك الله فيك. علم بلا رحمة لا يملك أبدا، أو أي فكرة تربوية تثقيفية تعليمية
لن تملك أن تصل إلى العقل ولا إلى القلب إلا إذا غمست بالعاطفة بالحب وبالحنان. ولذلك ربط الله آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. هل اليوم المربي اليوم يدرك هذا المعنى جيدا؟ هل المربي اليوم سواء كان أبا أو أستاذا، دائما أنا عندما أطلق كلمة مربي أعني الأستاذ والإمام والأب والأولياء، هل نحن ندرك هذا جيدا؟ انظري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول معاذ: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ أمسك بيدي وقال لي: يا معاذ، إني أحبك. قبل أن يأمره بأي أمر قال له: إني أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ابذر الحب قبل أن تأمر، وهذا هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زرع الحب أول. يا معاذ، إني أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة. رسول الله في أغلب تعاليمه كان يقدم الحب قبل أن يأمر وأن يدعو إلى أمر ما. هل نحن اليوم عندما تخاطبنا، عندما يخاطب الأب أبناءه يفهم هذا المعنى؟ هل اليوم الأب يستطيع أن يقول لابنته: يا بنيتي إني أحبك؟ هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت فاطمة رضي الله عنها ماذا يفعل؟ يقوم لها، يقبلها بين عينيها، ويجلسها بجانبه، ويقول: هي ريحانة أشمها. من يفعل مع ابنته اليوم؟ نادرا. وقليل، يعني ما نقولش ما كانش، ولكن قليل. ولذلك أنا قلت في كثير من المناسبات: إن ابنتك إن لم تجد العاطفة والحب عندك أو عند أمها سوف تبحث عنه خارج بيتها. هي المشكلة. لذلك نحتاج إلى نظرة جديدة في التربية، إلى هيكلة هذه الفهوم الجديدة، لنفهم هل نحن نربي اليوم أم أننا لا نربي، فقط نتصور أن التربية طعام، نتعايش مع أبنائنا، نتعايش مع أبنائنا. نعم. طعام، شراب، نوفر له السيارة، نوفر له المسكن، نوفر له الزواج. لا، ليست هذه التربية، ليست هذه التربية، بل التربية أعمق من ذلك. ابن عباس يقول: بينما أنا مقبل إذ رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ قال: فتح يديه، ولما وصلت إليه ضمني. ضمني، شوفوا هل معاني الضمة هذه وش محلها من الإعراب في على نفسية الولد وعلى نفسية التلميذ. وقال لي في أذني، ودعا لي وقال: اللهم فقهه في الدين. قبل أن يدعو ضمه إليه، وسآتي إلى معنى هذه الضمة في واقع الحياة. بارك الله فيك، بارك الله فيك أستاذنا، أخذتنا لبعيد، لكن نعود إلى البلاطو. إن شاء الله. نسأل أستاذنا الإمام عمر رقب الشرفي. أستاذ، يعني سؤال كنت سأؤجله، لكن الأستاذ ذكر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف أنه تربى حواليه أشبال، أنس بن مالك، عبد الله بن الزبير، الزبير بن العوام أبوه، والابن أيضا زيد بن الأرقم، عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت عليهم الرضوان جميعا، وعلى رسولنا الصلاة والسلام. كل هؤلاء الأشبال كيف تعلموا، كيف تربوا، كيف أصبحوا قادة بعد ذلك، كل في مجاله، كل بقوة بروزه في ذلك المجتمع، تلك الدولة الإسلامية التي كان يهيئ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا يعني حديثي ولادة عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما بعث الرسول. كيف تربوا بمحبة
لأنه أغلب قصصهم يذكرون محبة الرسول، يذكرون كيف كان يحتضنهم، يمسك بأيديهم، يقول لهم إنني أحبك، كل هذه الأحاديث. ولكن في ذات الوقت أستاذ كانوا قادة لهذه الأمة. كيف صنع الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المعادلة بين التربية بالحب وبين الحزم، بين تربية الرجال أشبال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بارك الله فيك. حقيقة نموذج النبوة في تربية الرجال يعني ينبغي أن يكون موجودا في حياة كل أب وأم، خاصة الأمهات، لأنهن المصدر الأول لهذه العاطفة والحنان الذي ينبغي أن يلبس ويلبس حياتنا كلها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نتصور الصحابة الذين يحيطون به، يعني إخواني أخوتي، هؤلاء الرجال الكبار عظيم أفعالهم جعلنا نتصور أنهم شيوخ كبار، لكن الحقيقة أن شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تبوأوا أعلى المناصب وقادوا الأمة الإسلامية للفتوحات هم فتيان صغار. عندما نقول أنس بن مالك، عندما نقول عبد الله بن عباس، نقول عبد الله بن عمر، الكبار الصحابة رضي الله عنهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن صحابي من هؤلاء إنه الحب بن الحب، يعني فلفظ الحب الذي كان موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني إذا أذنت لي ممكن أؤصل لهذه الفكرة. تفضل أستاذ. يعني الآن عندما نقول الحب، كثير من الناس يعني صار يستحي أن الإنسان يقولها في بيته أو يقولها لولده. ربي سبحانه وتعالى ليشمل الحب الجميع جعل حبا للفعل وللترك، فالمحسن الذي يحسن بعلمه أو ماله أو وقته أو منصبه والله يحب المحسنين، والذي يبتلى فلا يجد ما ينفقه أو ما يقدمه والله يحب الصابرين، بل إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه ليدنيه إليه، وإن الله لا يكتب للمرء الدرجة العالية من الجنة فلا يبلغها بصلاة وصيام فيبتليه الله ليرفع درجته إليها، يعني يحبك الله فيبتليك لترفع أعمالك فتكون في المقام الذي أراده الله لك. عندما مدح الله الصحابة مدحهم بالحب وليس بالفعل. سيدنا علي هذا الرجل الصغير اللي كان ابن 6 سنوات و10 سنوات وفدى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى في مدحه وإخوانه: ويطعمون الطعام على حبه ليس على كثرته، صحيح، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والآيات في الحب كثيرة، وفي مقابل هذا كل الأعمال السيئة التي نفعلها في حياتنا عقوبتها في الآخرة، لكن لما تعلق الأمر بالحب قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا، يعني قبل الآخرة، لشناعة ما فعلوا. إذن الحب من ديننا، يوجد الحب الفطري الذي يحب الإنسان به ولده، يحب أمه وأخته، حبب إلي من دنياكم 3، فذكر الإنسان الطيب والنساء وجعلت قرته، النساء أمه زوجته بنته، حتى الأرض التي يسكنها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة إلى المدينة يلتفت إلى مكة باكيا ويقول: أما إنك لا أحب بلاد الله إلي، لا أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم يوجه حبه إلى المدينة فيقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد، بل يحب جبلا أرضا ترابا، جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. إذن فالحب في ديننا سرق منا وألبس لباسا لا يليق، وأصبح الإنسان يستحي من ذكره رغم أنه من الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، بل ديننا كدين مبتدأه حب ومنتهاه حب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
لتصلوا إلى نتيجة العبادة الحقيقية التي هي الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم جعل الفارق في الحياة كلها الحب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. بل الأكبر الأكبر معيار، بل الأكبر الأكبر في الحب أن الله يهددنا به إن لم نفعل. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لنا، من يرتد منكم عن دينه. الأصل في سياق الكلام، أي أخي شفنا كنقول أنه ليرتد من الإسلام فسوف يزلزل الله به الأرض، فسوف يخسف الله به الأرض، لكن الله يطلب أمرا آخر. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ليس العجب من قوله يحبونه، وإنما العجب من قوله يحبهم. صحيح. فليس العجب من فقير معدم يحب محسنا، وإنما العجب من محسن جل جلاله يحب فقيرا معدما. يعني عندما يعني نفهم هذه المعاني، أن الحب من ديننا. ثم رسالة لإخواننا وأخواتنا، أن دائرة الحب هذه حين ترتبط بالله تدوم وتتصل. عندما تحبين أختك في الله، وعندما تحبين بيتك في الله، وعندما تحبين ولدك في الله، أحبه أن ينجح في القرآن، وأحبه أن ينجح في الصلاة، وأحبه أن ينجح في خدمة دينه ووطنه، حينها يوفقك الله. لأن الله تبارك وتعالى ما كان له دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. لهذا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الفكرة الأساسية أن دائرة الحب تشمل الجميع. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فيقول له: وما أعددت لها؟ يعني الساعة ستأتي، لكن أنت ما الذي قدمته بين يدي هذه الساعة؟ فيقول: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صلاة وصيام غير أني أحب الله ورسوله. بل يرتكب صحابي من صحابة رسول الله حدا من الحدود ويؤتى به ويقام عليه الحد مرة واثنتين، فيقول صحابي من الصحابة رضي الله عنهم عليه لعنة الله: ما أكثر ما يؤتى به. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ويقول: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. يعني هذا، إذن كل أخ في قلبه هذا الحب، هذا الحب هو الذي يحركك لتربي ابنك، هذا الحب هو الذي يحركك ليقبل منك ابنك. عندما نحكي على الحب، نحن نحكي على عاطفة ينبغي أن تقدم بين يدي ما نقدم. هذه الأم عندما تحضن ابنها قبل أن توصل رسالتها، تلك ذاك الحضن أبلغ من أي رسالة لفظية بعد ذلك. هذا يعني هذا الصحابي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، يقول: بأبي هو وأمي، والله ما كهرني ولا نهرني. يعني ما قال ليش يعني كلام يعني قاسي أو جارح، وإنما قال له: يا أخ العرب. يعني هذاك اللفظ هذاك يعني نسبه إلى قلبه: يا أخي يا أخي يا أخي. لا، يعني هذه الأماكن لا تصلح لهذا. كذلك الآن في تربيتنا، ليس مثل ما تفضل الأستاذ، لسنا في مكان مشترك لنأكل ونشرب. فرق بين الإطعام والسقيا التي قد يقوم أو تحصل للتلميذ في دور حضانة الأطفال أو دور رعاية الأطفال الذين لا أولياء لهم، يأكل ويشرب. لكن ولدك في بيتك يحتاج إلى تلك العاطفة، تلك العاطفة حين يحس أنك تأمره لمصلحته. إذا وصل إلى هذا القناعة، أي أم تشوف فينا خدمي على هذا الخدمة الكبيرة، أنه ابنك أو بنتك يحس أنه لست تعاقبينه، لست تنتقمين منه، لست تظلمينه، أنه أنا أريد مصلحتك. ليست لفظا أيضا، كثير من الأمهات يعني في كل دورة أو الأب: مصلحتك ومصلحتك. ليس هذا الكلام،
وإنما أن نوصل له هذا الإحساس. الرافعي عليه رحمة الله يقول: إن كلماتنا تلبس رداءها من قلوبنا، كلماتنا تلبس رداءها من قلوبنا. دائما نحكي على تربية الأبناء ونحن في هذا السياق، عندما يحس الابن أنك تعطيه نوعية وقتك، يعني كي تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علم أو حدث مستقبله أقبل عليه بكله. ولدك في البيت عندما يحس أنك تقبل عليه، تفضل ولدي ماذا تريد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا عمير ما فعل النغير، تكنية بأسماء عظيمة. عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يقول عبد الله رجل صالح، يعني فبدأ بوصفه بلقب عظيم برجل، نعم الرجل عبد الله. لو كان يقوم الليل، خاص صغير يقوم الليل. عندما نقول لأبنائنا أنت والله دكتور، يعني خاصك أنك تجتهد في الدراسة، أنت ما شاء الله إمام، يعني لو تكمل على هذا الطريق. أنت ذكرت في بداية الأمر أثر الكلمة. الكلمة تصنع، الكلمة الطيبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يعني ترفع، وفي المقابل لا يلقي لها بالا فتهوي به 70 خريفا، يعني عدد كبير من السنوات. صحيح. إذن هذه الكلمة، ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه نتاج كلمة، أمير المؤمنين في الحديث، شيخ شافه يكتب فقال خطك خط المحدثين، فأصبح أمير المؤمنين في الحديث. الإمام البخاري يعني شيخه يعني سامع من ينشط لجمع الأحاديث الصحيحة، شكون هذا الراجل، فنشط لذلك، وأمثلة كثيرة. مثلما تحيي الكلمة تدمر الكلمة. فالأمهات احرصي على العاطفة المنضبطة بشرع الله، لأنه أيضا العاطفة حين أو هذا الحب حين لا ينضبط بشرع الله قد يكون مدمرا، قد يكون مؤديا إلى الهوى. لهذا نحن في ديننا حبنا مرتبط بربنا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لماذا؟ لأن من يأمرنا وينهانا لا مصلحة له في ائتمارنا أو تركنا، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. صحيح. لأنه من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صحيح. الآن أي أخ إذا اشترى جهاز هاتف بسيط يقرأ تعليمات المصنع، إذا اشترى ثلاجة يشوف أنه كم حجمها وكيف، فكيف بمن خلق هذا الكون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنرجع إلى ربنا عبر الحب في تربية أبنائنا، عبر الحوار ليس التحقيق، ودائما نذكر هذا. لنحاور أبنائنا، لا نحقق معهم وش درت اليوم وين رحت، احتارف، لنعطيهم من نوعية وقتنا وليس من فضالة راه راكب معك في السيارة أو في البيت يلا حكي نسمع فيك وش كاين، لا عندما أقبل عليه لنقدرهم. لأن من أساسيات العاطفة في البيت الثقة بالنفس التي تجعل الصغير كبيرا في عقله. الآن في علم النفس يحكوا على العمر العقلي، العمر العقلي لا يؤتى مع القمع، لا يؤتى بالقمع، يعني عندما يكون الطفل في عمره 6 سنوات وأنت تقدره وتنصت إليه، وإن شاء الله في الفقرة القادمة سأعطي أمثلة كثيرة للصحابة في هذا الشأن. نعم. يعني عندما تستمع إليه وتنصت إليه وتعتبر رأيه أنت تصنع له شخصيته، يعني شأنه. لكن عندما تقمعه فهنا يحصل الكبت ويحصل الدمار، نسأل الله العافية. جزاك الله كل خير شيخنا، بارك الله فيك على هذه النقط المهمة في تربية الرسول للصحابة الكرام عليه الصلاة والسلام، وأيضا في يعني عدة نقاط، علاقة الثقة المبنية بين الوالدين، الأم ومسؤوليتها تجاه الكلمة التي تلقيها في أبنائها، ليس فقط الحب ولكن مؤطرة بما يرضي الله. شكرا لك أستاذنا. مشاهدينا الكرام، نذهب مع ومضة لجائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم ونعود بعدها. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبمناسبة إحياء ليلة الإسراء والمعراج المباركة،
تنظم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الحفل الختامي لفعاليات الطبعة 18 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي. يكرم فيه الفائزون الثلاثة الأوائل في هذه التظاهرة القرآنية الدولية الكبرى، وذلك مساء الجمعة 26 من شهر رجب 1444 هجري الموافق 17 من شهر فيفري 2023 ميلادي، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده. تحية مجددة لكم جميعا مشاهدينا الكرام، أرقامنا الهاتفية تظهر أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى لتلقي اتصالاتكم ومشاركتكم تجاربكم معنا في هذا البرنامج. إذن أستاذ علي سلاطنية، كيف تكون التربية بالحب؟ طيب ما هي، قد يتساءل المشاهد، كلنا نحب أبنائنا بطريقة أو بأخرى، لكن ما هي المفاتيح، ما هي الممارسات الصحية للتربية بالحب أستاذ؟ بارك الله فيك. سوف أنطلق مما وصل إليه شيخنا الفاضل. جميل. في كتاب الله عز وجل يقول المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هل سألنا ما علاقتنا بهذا الكون الذي نحياه، لهذه المخلوقات؟ وذكر الشيخنا الفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد إلى المدينة قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. أليس المولى عز وجل في كتابه الكريم يريد أن يربط العلاقة بيننا وبين هذا الكون لنحبه ونحب هذا الجبل؟ علاقة، نحن لسنا في صراع مع ما يحيط بنا. إذا كان هذا مع الجماد فكيف مع الأبناء ومع الأولاد؟ ولذلك دعيني أقص عليك قصة واقعية يحتاجها أبناؤنا وشبابنا اليوم. شبابنا اليوم هؤلاء الذين يظهرون بهذه المظاهر التي لا تليق بشباب الجزائر وشباب المسلمين، ما هو السبب؟ يقول أحد الداعية، بين أحد الدعاة: بينما أنا أسير في شارع من شوارع دولة أوروبية استوقفني شاب، قال له: يا شيخ أريد أن أسألك سؤالا وأجبني حلال أو حرام؟ قالوا: تفضل. قالوا: أنا شاب كما تعلم في الغربة ولا أجد عملا، ما لقيتش، كيف أعيش إلا الرقص في الملاهي أكرمكم الله والبالي و و و و ما حكم ذلك؟ لكن شوفوا المربي الحاذق لأجيبك على السؤال قال: المسألة أعمق من أن أقول هذا حلال وهذا حرام. ماذا فعل له؟ ضمه إليه ومسح على صدره وقال له: هذا الهاتف نتاعي، إذا احتجت تفضل، وتركه. يقول هذا الداعية: بعد 7 سنين اتصل بي هذا الشاب، قال له: هل عرفتني؟ قال له: لا. قال له: أنا الذي التقيتك في الشارع وكذا. قال له: أتدري بعد أن فارقتني تركت الرقص في الملاهي؟ هذا الداعية قالوا: ماذا قلت لك؟ قالوا: لا، ما قلت لي شيء. اسمعوا مليح النقطة هذه التي وددت أن أقلها. قالوا: لما ضممتني إليك أحسست بأني موجود في هذا الكون، في هذه الحياة. لما ربطت على قلبي أحسست بأني رقم في هذه المعادلة، ما كنت أشعر. قالوا: بعد أن تركتني حاولت أن أنتحر لأني لا أجد مجالا للعيش، ولكن كلما تذكرت ما فعلته معي أتوقف. هذه الضمة. يقول هذا الداعية: معقول ضمة تمنع شابا من الانتحار لمدة 7 سنين؟ أنا بدوري لما سمعت هذه القصة تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين قوسين
سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت بالسيرة، ليست حكايات بل هي سيرة، لأنها تسير بك في الحياة. نجعل هذه السيرة تسير بنا في الحياة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى المدينة، إلى عفوا فاتحا دخل مكة، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، إلا واحد اسمه فضالة أخذ خنجرا وأخذ يطوف حول رسول الله يريد أن يقتل نبي آخر هذا الزمان. فالتفت إليه رسول الله قال له فضالة بماذا تحدثك نفسك؟ قال له لا يا رسول الله إني أذكر الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده قال له اتق الله يا فضالة، ووضع يده على صدره وأخذ يدعو له. قال فضالة وهو يحكي هذه القصة قال والله قبل أن يضع يده على صدري كان أبغض خلق الله إلي، ولكن لما رفع يده صار أحب الناس إلي. 180 درجة بضمة بمسحة. هل نحن اليوم نمارس هذا مع أبنائنا وأولادنا مع تلاميذنا؟ سيدتي الفاضلة لعل ما نحياه حتى في أسواقنا في معاملاتنا. علاش احنا اليوم نجد الفوضى، نجد الغش، نجد كذا؟ الحب ما كانش. انا لا احبك وانت لا تحبني، والا لو كان هناك حب ما مارست معي هذا الغش وهذا الخداع وهذا كذا. وهو راجع كادت الشباب الذين كذا، نادته فتاه فضالها لما الي قال يا ابا الله ورسوله والاسلام، لو كنت قد رايت جيش محمد كيف تكسر الاصنام، لعلمت أن دين محمد أصبح ظاهرا وإلى غير ذلك. يا فضل أنت منذ دقائق كنت ستقتل. ولذلك اليوم شبابنا يحتاجون إلى هذه الضمة، أبناؤنا يحتاجون إلى هذه اللمسة، سواء كان أستاذا أو معلما أو أنا كنت في الثانوية كان عندي شاب نهائي، يعني يشرب المخدرات يدير كل شيء، ولكن هداه الله عز وجل ما يتحركش في القسم. أنا قلت لابد أن أنقذ هذا الشاب. أيام زمان من كنت ما كانش كما الآن الانترنت وسائل، جبت شريط معايا قلت له يا فلان تفضل اسمع الشريط هذا، وقلت له راني على بالي واش فيه وإياك أن تقول لي سمعته اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث. لما جاء اليوم الثالث جاب لي شريط. هذا السيد اللي كان ربما ينظر إليه الناس يقول لك لا أمل من إصلاحه، تعرف ايش قال لي يا أستاذ؟ قال لي يا ليتني ما سمعته لهذه الدرجة. إذا كما قال شيخنا الكريم كيف نبذل هذا الحب؟ أنا مرة في ثانوية مبارك الميلي في عنابة في حي راقي بنات راقيين ولاد راقيين، دخلت عند أستاذة وجدتها تدرس ولكني رأيت التلاميذ لا ينتبهون، فوقفت أنا في آخر الحصة وسمعوا إلى هذه النقطة التي وددت أن أقف عندها. قلت لهم نسألكم سؤال معليش، قالوا لي تفضل الشيخ. قلت لهم تعرفوا المغنية ديامس؟ قال الشيخ كيفاش ما نعرفوش؟ وانا الهدف نتاعي لانقلهم الى الجو واعوذ به. وهكذا كنت اقول للاستاذ اذا شفت التلاميذ لا ينتبهون انقل التلميذ الى مجال اخر ثم اعد به، ادخل الى عالمه. احسنت. قلت لهم تعرف، قالت لي واحده طالبه امامي قالت لي الشيخ دخلت الاسلام. قلت لها مليح. قلت لهم ولكن بعدما دخلت الاسلام سمعت ماذا قالت؟ قالوا لي لا. قلت لهم تعرفوا اللغة الجورية الفرنسية؟ قالوا لي الشيخ كيفاش؟ قلت لهم لا اسمعوا مليح هذه النقطة وانتبهوا إليها. قلت لهم ديامس هذه التي كانت عندما تغني تهتز فرنسا لما أسلمت جابها المنش، قال لها ديامس فوزا في بريزي فوتر فينير، حطمت حياتك ومصيرك. قلت له أنا؟ قال نعم. قلت له علاش؟ قلت له علاش فوركوا؟ قال لها نسألك سؤال، كومبيان فوز افي فوندي دالبوم؟ قديش بعت؟ قالت له 4 مليون. كومبيان فوز افي دابارتومون ا باري؟ قالت له 2 ابارتومون. اي بان قال لها سي با دي بونور هذا؟ السعادة، الشهرة، السيارات، الأموال،
اسمعي، قلت لهم اسمعوا ماذا قال. قلت له ايكوتي lorsque je serai sur la scène en train de chanter, lorsqu'ils applaudissent, je dirai arrêtez, je suis vide. Je pleure à l'intérieur. تقول له توقفوا اني ابكي داخليا. قلت له عمري ما حسيت بالسعاده. وعندما انتهي روح للمستشفى pour prendre les tranquillisants, المهدئات. ولكن عندما قالت زميلتي فلانة أريد أن أكلم ربي، فلما قلت لها أنا كذلك je veux parler au Dieu، فلما سجدت ذهب كل ما كان بي. وقالت أصبح القرآن مهدئي. صحيح. بيت القصيد طالبة كانت ترمقني في شكلها، يعني أنا ما نحبش نقول هاك الكلمة يقولها الناس، طالبة تلبس لباس عادي، مباشرة جاءت إلي والدموع على عينيها. قلت لي شيخ هذا هو الإسلام هذا؟ قلت لها نعم. من الذي خلق هذا القلب؟ قالوا لي الله. وهل كهرباء من صنعها؟ قالوا لي أديسون. قلت لي ما أديسون دار لها كما قال الشيخ كاتالوج، كيف نسيرها؟ قالوا لي نعم. قلت لهم لو كان هي 220 ونحن نديروا لها 110 قالوا لي ما تمشيش، ولو كان هي 220 نديروا 500 قالوا لي تفلك. وهذا القلب من خلقه؟ قالوا لي. قلت لهم ربي قال ألا بذكر الله تطمئن، لا بالشهر لا بالمال لا بالغنى لا بكذا. عند ذلك جاءتني الأستاذة بعد ذلك قالت لي ماذا فعلت يا أستاذ بحسمي. ماذا فعلت؟ إذن هكذا والله اليوم الخير في أبنائنا. أستاذ وأنت تتحدث عن ثانوية، سؤال أيضا، هل تربية بالحب لها عمر معين؟ هل تتوقف عند عمر معين عندما يكبر أبناؤنا يصبحون رجالا ونساء؟ هل يعني تتوقف هذه المهمة؟ تنطلق والجنين ما زال في بطن أمه. نعم. الجنين والجنين ما زال في بطن أمه. نعم. يعني التربية تنطلق من هذا بقراءة القرآن بالدعاء، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وتبقى هذه التربية إلى مستوى معين. بارك الله فيك أستاذنا، بارك الله فيك على الأمثلة الحية من رحم الحياة من رحم الواقع، بارك الله فيك. أستاذ الإمام عمر رقب الشرفي، اليوم الآباء والأمهات يبحثون عن مفاتيح تربية بالحب، أكيد مفطورون عليها، لكن هل من مفاتيح في السيرة النبوية الشريفة؟ وقلت قبلا أنك ستعود إلى نقطة أشبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفضل أستاذ. بارك الله فيك. نشير إلى أمر مهم جدا، وهو أننا نقصد الحب الذي جعله الله فطرة في الإنسان وارتقى به إلى درجات الكمال. والنقطة الأخرى أن الحب في ديننا قوة وليس ضعف. أكيد. وكثير من الناس يفكر أنه قال أنه حتى في أمثلتنا العامية في بعض الأمثلة يعني التي تنهى أنه تشوف ضعف، أنه الإنسان يسلم على ابنه أو أن يخبره بحبه أو أن يستمع إلى رأيه أو غير ذلك، أنه راجل البيت ولازم ما يبينش. أصبحت تلك الصور يعني نادرة جدا، لا نكاد نراها في الأسرة. إذن فهذا عندما نحكي على الحب نحكي على الحب الذي كان يمارسه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. ولاحظوا أنه سموا ووسموا بأصحابه رغم أنهم أبناء 10 سنين. يعني الآن الدكتور ذكر التربية بالمرافقة، يعني عندما نرتقي بهذا التلميذ ليرافق خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك أستاذ، نسيت واحد الفرق بين قوسين. سيدنا موسى عليه السلام لما قال له ربي اذهب لهذا العالم، كاين لقطة في القرآن الكريم قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ، ما علاقة هذا الفتى؟ هذا الفتى ذكر الشيخ المرافقة، وش علاقة هذا الفتى بأن يصحب موسى؟ إنما يريد أن يعلمه بالمرافقة بالتجربة بالمعايشة بالمعاينة. يوشع هذا، يقال أنه هو الذي فتح بعد ذلك القدس بعد موسى عليه السلام لأنه تعلم. تفضل. بارك الله فيك. نعم. ومن فتح المدن الإسلامية وفتح قبلها القلوب هم أولئك الذين رافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغره. سأعطي بعض الأمثلة. سيدنا أنس بن مالك ابن 10 سنين يؤتى به من أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخدمه 10 سنين، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم كيف ولماذا،
بالمصطلح المعاصر هو مدير التشريفات في القصر الجمهوري. لا يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان ولا يستقبل أحدا ولو كان أبو بكر حتى يأذن أنس بن مالك. إذن هذه الثقة التي تعطى لهذا الشاب وهذه هذا الحب الذي يضفى على هذا الشاب جعل من أنس ابن مالك اللي عاش بعد توفي سنة 95 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق برسول الله ويتأسى به، حتى أن لو كانت نعال سبتية يعني من نوع يمني فكان لا يلبس إلا هذه النعال ويقول رأيت رسول الله يلبسه، رغم أنه تغيرت الأحوال والظروف. عندما نجد غلام صغير عبد الله بن عباس كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يركب في الموكب الرئاسي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام ويوصيه ويرفع قدره ليحفظ ديننا، يعني احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك، بل في موقع وموقف من المواقف وهو جالس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشيوخ يعني مع أبي بكر وعمر وعثمان، فيشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يستأذن من ابن عباس أن يعطي من على يساره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نشرب على اليمين، فقال له معلش أتأذن لي؟ فقال لا أؤثر بسؤري أحدا، لم يأذن له، ما قال له لقل الأدب. هذه الثقة التي تغرس في أبنائنا أن يستمع إلى رأيه قيمة وأن يأخذ به وأن يجلس إليه مجالسة حقيقية يقبل عليه فيها كله، فيستمع إلى آرائه وينتبه إلى قوله ويعمل بما يراه. يعني الآن صحابة كثر، يعني نجد عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن مسعود، أقص قصة واحدة أختم بها لي يعني في هذا المحور، والأمثلة كثيرة جدا. مصعب بن عمير لأنها تتعلق بالتربية والحب، كان شابا فارها يعني لدرجة أنه كان إذا لبس لباسا لا يعيد لبسه مرة أخرى، وكان إذا مر بطريق علم الناس أن مصعبا قد مر لأن العطر الذي يصنع له لا يصنع لغيره. عندما دخل في الإسلام عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له أمه إذا دخلت في دين محمد منعت عنك كل شيء، فقول النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما نذكر لإخواننا وأخواتنا أننا يعني نشوف ذاك الصورة ربما في فيلم الرسالة، أن الناس عندما دخلت في الإسلام عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة خرجت المدينة على بكرة أبيها، طلع البدر علينا، لكن من الذي أخرج المدينة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلف هذا الأمر العظيم شاب صغير تربى على الحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة استشهد مصعب بن عمير وجاءوا ليكفنوه فلم يجدوا إلا الإذخر، فإذا غطوا يعني صدره انكشفت رجلاه وإذا غطوا رجلاه انكشف صدره، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا الذي قاده حب الله وحب رسوله إلى ما ترون. إذن التربية بالحب في بيوتنا ليست ضعفا، تصنع المعجزات أستاذ. عندما يحب ابنك يحبك حين سيمتثل لأمرك، في علاقتنا بالله في دعوتنا إلى الله إخواني أخواتي، وخاصة الحب الذي يرتبط بالله، لأن الحب أنواع عديدة، يوجد الحب الأناني، يوجد الحب التسلطي، يوجد الحب النرجسي، يوجد يعني بعض الحب مرض، لكن عندما نربطه بالله بمقاييس صنعها لنا جل جلاله صنع الله الذي أتقن كل شيء، حينها يكبر ابننا على مقاييس سليمة. لماذا الحب الله؟ لأن الحب الله لا يتغير، بينما الآن الإنسان ممكن يحب فريق كرة قدم ربما غدا يبغضه، يحب اليوم لباس يكرهه غدا، لكن الأمور تتغير العادات والأعراف، لكن عندما يرتبط الأمر بشرع الله فما كان في الزمن الأول سيبقى إلى يوم القيامة. إذن حتى الثابت في الحب يستمر، لأنه الثبات في هذا كما يقول ربي سبحانه وتعالى ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن فكل أختي تشوف فينا ربي ابنك وابنتك بالحب، خاطبيه بالحب، اصبري عليه بالحب، تحمليه بالحب، حلوا مشاكلكم بالحب، أما
الرفق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والخصومات لنحلها بالحب، يعني بدل العنف. أبناؤنا عندما يستشعرون هذه العاطفة هي أبلغ من كل كلمة نقولها، لأنه عمل رجل في ألف خير من قول ألف في رجل. الأمر الأهم في هذا الشأن هو أن القيادة قدوة، القيادة قدوة. إذا ما أردت لابنك أن يتعلم فكن قدوة في حبه ليحبك، وكن قدوة في احترام الوقت ليحترمه، وكن قدوة في فتح المصحف ليسبقك إليه، وكن قدوة في حسن معاملة زوجتك ليحسن معاملتك، وكن حسن الوصال مع زوجتك ليحسن التواصل مع أخته، وهكذا. فالقيادة قدوة. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بارك الله فيك أستاذنا، أستاذ علي سلطنية. في الأخير، طيب، ربينا بالحب أبنائنا، بالأحضان، بالمسح على الرأس، بكل هذه الطرق، بالكلمة الطيبة أيضا وأثرها على نفسيته ووقعها على حتى على ذبذباته العصبية، ولكن عندما يخطئون، عندما يتمادون في الخطأ، كيف نصححهم بحب أيضا؟ بارك الله فيك. عندما يخطئون فلا ينبغي أن نعاقبهم العقاب الذي نعرفه، بل هناك أساليب وطرق في معالجة الأبناء، كما نحن كذلك في التفتيش عندما أزور أستاذ، بالمناسبة الشيخ الراحل أبو عبد السلام رحمه الله هو من رسمني في التفتيش، ومن بين الكلمات اللي هو الشيخ سعيد معول ذكر الله بخير وجه تحية ومحاضرة في شيخنا. اللجنة، من بين الكلمات التي قالها إلي وظلت يعني ترن، يعني دائما أذكر هذه الكلمة، يقول لي: يا شيخ، احنا لا نفعل الجندارم، قالها لي الشيخ سعيد بالفرنسية، اون نو في با لو جندار، ما تقولش ليه لقد أخطأت وفعلت وكان. قل له: كان ينبغي أن تقول. وست في عجالة حتى يعني لا يفوتنا الوقت، تفضل. حتى ابنك قل له: يا بني، لقد أزعجني ما فعلت، ولا تقل له لما. وحنا لو نجي نشوف باللي كثير من المسلكيات نتاع المبنى: لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، لا 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 لا، هذه المسائل تجعله. بارك الله فيك معلش أستاذنا، إن شاء شكرا الله. لتلبية الدعوة، ولنا في المستقبل أيضا إن شاء الله العديد من الحلقات التي تتطرق إلى هذا الموضوع. إن شاء شكرا الله. أستاذنا، بارك الله فيك على كل ما تفضلت. مشاهدينا، مواقعنا الإلكترونية تظهر أسفل الشاشة لتلقي انشغالاتكم ورسائلكم وانتقاداتكم أيضا. مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم لهذا البلاطو، والسلام عليكم.